بقولوا إن جماعة أهل شيكاغو راحوا على إيطاليا وكانوا يأكلوا بيتزا نابولي، فخطر عبالهم فكرة إنهم يقلدوهم. شو هي الفكرة؟ يعملوا بيتزا شيكاغو. السلام عليكم، أخبركم عن القصة والطريقة. القصة باختصار إنه أمريكا بتحب تنسب كل إشي لإلها، حبوا البيتزا ونسبوها لإلهم وسموها بيتزا شيكاغو. لكم هلأ معي على الطريقة وشو يلي بيميز بيتزا شيكاغو عن باقي البيتزات. السلام عليكم، ونحكي بسم الله وأخبركم عن الأدوات. أول إشي بحتاج لطحين، وهلأ بحط خميرة ومعلقة سكر ورشة ملح، وهلأ بخلط المكونات الجافة مع بعض. هلأ لمعلوماتكم، البيتزا أصلها إيطالي، أيام زمان إيطالي القديم كان يسموها بيزو أو بيتزو، وهذه الكلمة معناها ملء الفم. وهلأ بما أنه معناها ملء الفم، رح أملي العجينة بالمواد السائلة. أحط حليب دافي وكاسة مي ورشة زيت. طبعا أنا بكون عاملة حفرة بالنص وببلش هلأ أعجن فيهم وبحكي بسم الله وبصلي على سيدنا محمد. وأكيد إياكم إنكم تنسوا معلقة الخل يلي بتخلي العجينة هشة وطرية وزاكية. وهلأ ببلش أعجن بعجينة شيكاغو بيتزا. وهلأ بعد ما عجنت العجينة رح أحط معها معلقتين زبدة، بحطها جوا العجينة وبتركها ترتاح وبعطيها الوقت. هلا رح اترككم مع الطريقة عشان تعرفوا شو سر بيتزا شيكاغو. وهلا بسم الله ما شاء الله، العجينة عن جد بتجنن، وشكلها وملمسها وريحتها مثل الغيوم. وهلأ يلي بيميز بيتزا شيكاغو إنه بين الطبقتين بملي العجينة جبنة، بحط قد ما بقدر جبنة، يعني طبقتين عجين بيكون بينهم جبنة موزاريلا. هلأ بالنسبة لصوص البيتزا والمكونات والأشياء اللي حابة أنتوا تزينوها، هذا بيرجع لإلكم. بزينها على الوجه وبحطها بالفرن، ورح أترككم مع باقي الطريقة. وأكيد لما تجربوا بيتزا شيكاغو ما تنسوا تخبروني بالكومنتس مين أذكى برأيكم، بيتزا نابولي ولا بيتزا شيكاغو. وأخيرا هذه هي بيتزا شيكاغو بطعمها ولونها وريحتها اللي عن جد بتجنن. الله يديم علينا وعليكم نعمة الأكل. عن جد بتمنى تجربوا هذه البيتزا، مو علشان أنا عملتها، علشان لازم تجربوها. بشوفكم بفيديو أجمل، والسلام عليكم.